Welcome to the Michael Kouly podcast on rethinking leadership. In these episodes, we will look at leadership with a fresh perspective and take your leadership effectiveness to the next level. For more information, go to KoulyInstitute.com and follow Michael's continuous learning insights on social media. اوكي صباح الخير جميعا. شكرا على هذه الدعوة وعلى المشاركة في هذا الموضوع الشيق اللي انا برأيي بعد الناس ما عطته ما يكفي من الاهتمام لانه مشغولة بكوفيد وبكورونا، بس اعتقد انه عاجلا ام اجلا حيكون احدى الاولويات للاسباب اللي حنحكي فيها هلأ صعب الإضافة على اللي تفضل فيه دكتور يسار، لأنه ما شاء الله عليه يعني موسوعة وعطى صورة شاملة للموضوع، فأنا حجرب أعطي بعض التفاصيل التي تضيف مثل القطع الموزايك، يعني هيك تضيف إلى الصورة الكبيرة اللي هو وضحها. قبل ما أعطي هيك بدي بس أعرفكم عن نفسي من منطلق أنه تعرفوا خلفية الكلام اللي هأحكي، هذا الكلام من وين جاي. أنا شغلي الأساسي عملت شيء تقريبا 18 سنة، كنت في رويترز، كنت رئيس مجلس إدارة وكالة رويترز في الشرق الأوسط، فكان شغلي كله اللي بتعاطى يعني بالأخبار بتعاطى مع صناع القرار وأكثر شيء يعني السياسيين والقطاع الحكومي والاقتصادي وخاصة الحكومة، يعني الموضوع السياسي والأحداث. وبعدين كمان كنت رئيس مجلس إدارة شركة أوربت أو أس إن كمان اللي هي كمان بتتعاطى بالإعلام، فكمان هذا جزء يعني أعطاني منصة لحتى أتعاطى في موضوع الحكومات وشوف كيف عم يتصرفوا بهالمستوى. ودراستي كانت في جامعة هارفارد الكينيدي سكول أوف جوفرمنت والهارفارد بزنس سكول والبرينستون سكول أوف بابليك أند إنترناشونال أفيرز بالإضافة لبعض الجامعات التانيين، فعندي تدريب ما يكفي بموضوع القطاع العام، وهذا خولني لحتى أكون مستشار لبعض الحكومات وقادة الدول كمان في موضوع النصح والاستشارة بموضوع القيادة في البابليك سيكتر في القطاع العام. وألفت حوالي 12 كتاب على في موضوع القيادة والاستراتيجية، جزء كبير منهم له علاقة في القيادة ويلمس في بعض الأحيان كمان بموضوع القيادة في القطاع العام. هلأ حنحكي، بدي أعطي أول شيء السياق بعدين حنفوت ببعض التفاصيل اللي حتكون مكملة للي تفضل فيه وأبدع فيه الدكتور يسار، وحيحكوا فيه بعدين الأخوة التانيين. أول شيء بدي إياه منكم يا سادة يا كرام أنه تتخيلوا حاجة صغيرة هيك لحتى تعطينا شعور باللي عم نتحدث فيه. بدي اياكم تتخيلوا موظفين او وزير او مسؤولين وزارة الصحة في اي بلد من البلدان او خاصة في بلدكم انتو من 3 سنين، فبيجوا هالوزراء او هالمؤسس هالموظفين الكبار يعني بشكل عام، طبعا انا مش عم بعمم، بعض الاجتماعات قراءة الاخبار وبعض الصحف والأمور الروتينية والبيروقراطية العادية، وبعدين كل واحد بيروح بيته. بدي اياكم تعملوا مقارنة هلأ بين هذا اللي تخيلتوه بعمل وزير أو وزارة الصحة، موظفين وزارة الصحة في قبل 3 سنين، مع حاليا شو بيشتغل وزير الصحة والمساعدين تبعوله وكيف هلأ برنامجهم اليومي وشو صار لهم عم يعملوا من حوالي سنة تقريبا لحديد الآن، ويمكن يستمروا في هذا العمل لأقل شيء يمكن 6 شهور أو 8 شهور تانيين، ويمكن سنة كمان إذا عم نحكي هلا موضوع توزيع اللقاحات. فنحن عم نحكي تقريبا 2 سنين من هذا التغير اللي حصل، اللي هو أكتر من تغير بس حافوت بالتفاصيل. نفس الشيء ممكن تحكوه على وزارات تانية مثل وزارة التربية، فيكم تحكوا على رؤساء البلديات والمحافظين تبع المدن والمقاطعات في الدول، فيكم تحكوا على وزارة المال والإعلام والاقتصاد، فيكم تحكوا على رئيس الدولة، right؟ إذا بتتخيلوا كيف كان الوضع في حتى من أكبر دول العالم اللي هي أمريكا، كيف كان رئيس الدولة كل يوم يعمل مؤتمر صحفي يومياً، يقعد ساعة أو ساعتين يحكي مع الناس مع المساعدين تبعوله شغله الشاغل موضوع الكورونا بالإضافة للمواضيع التانيين. فاللي بدي لكم إياه إنه اللي عم يحصل هلأ هو زمن التحولات مش زمن التغيرات. وبحب كلمة transformation لأنه كلمة transformation بالإنجليزي مقسمة إلى كلمتين، trans and formation.
ترانس يعني تحول، وفورميشن يعني انت كيف تكوينك. فاللي عم يحصل هلا مش هو التغيير العادي الانكريمنتال الجزئي او التدريجي اللي بيحصل عاده بموضوع الادابتيشن والتاقلم والتطور العادي في سياق الطبيعه للامور. اللي عم يحصل هلا يا ساده يا كرام هو تحول في الصميم. يعني ما عم نحكي 5 أو 10%، الأمور عم تتغير أو تغيرت already، هلأ تغيرت بشكل جذري. ومثل ما تفضل فيه دكتور يسار أنه هذه البداية والأمور ماشية لتغير أكثر. فأنا مثلا لا أعتقد أنه الأمور في الوزارات مثل الصحة أو المطارات أو الأمور اللي لها علاقة بالموضوع كورونا هلأ حترجع لأمورها لحياتها مثل ما كانت بالزمانات. هذيك الأيامات راحت خلص إلى حيث يعني ما في رجعة. فالموضوع اللي كان نحن عم نحكيه كأنه أزمة كورونا صار هلأ واقع جديد اللي نحن لازم نعرف نتعامل معه. وهذا يخضع لكل وزارات الدولة وكل المؤسسات. يعني مثلا خذوا البنك المركزي، وزارة المال، وزارة الاقتصاد في هالدول الكبيرة خاصة بأوروبا، والجي 20 اللي اجتمعت مؤخرا بعتقد من سنة بالسعودية، وكيف أقروا أنه يعطوا مليار تريليونات الدولارات يضخوها في البلد لحتى يخلي المجتمع على إجريه، خاصة الناس اللي ما عم تشتغل، ويخلوا المجتمع في حالة سليمة واستقرار اقتصادي واجتماعي ونفسي. فكل هذا الشغل كله هذا عم يحصل ليل نهار ورح يضل هون. وهذا ما بلش هلا، هذا بلش من مدة. طبعا بلش من مدة بكل سياق التاريخ دائما في تطور وفي تأقلم، بس بلش بشكل عام مع بالآخر مدة بآخر كم سنة، وخاصة بشكل متسارع من أيام الانهيار الاقتصادي اللي صار يا جماعة بسنة 2008 لما انهار الاقتصاد في أمريكا، واضطرت الحكومات تدخل بشكل أكثر لحتى تخلي المجتمع يوقف عجزه ولحتى تخلي المجتمع يرجع يبلش من أول جديد دورة الاقتصادية. فوقت الضغط على القطاع الحكومي تحول بشكل جذري ليكون فعال لحتى يطور حاله لحتى يلبي هالتطورات والأحداث اللي صارت من يومها لهلا. وإجا هلا كوفيد سرع الأمور، سرعها ونضجها وحولها من منطلق بس أزمات عابرة إلى ترسيخ لقواعد أداء وقواعد لعبة جديدة. هلأ هذا كله يضاف إلى سياق كان موجود من الأساس وعم يستمر، وهو أنه الحياة تعقدت. يعني البيئة التي تتعاطى فيها القطاعات الحكومية لم تعد مثل قبل، الحياة بطلت سهلة فتعقدت الحياة، وصار في ناس أكثر، صار في عنا المزيد من الناس اللي نحن مضطرين أو الحكومات تديرهم أو تخدمهم. يعني تخيلوا أخذ الموضوع مئات ألاف يمكن ملايين السنين ليوصل عدد السكان الأرض لحديد 4 مليارات نسمة. هال4 مليارات نسمة بيصرف 50 أو 60 سنة صاروا 8 مليارات، أو راح يصيروا هلا 8 مليارات بعد شوي. فاللي طول اللي طول آلاف ومئات آلاف السنين لحتى يصير بأقل من 100 سنة الضعف. هلا نحن عم نحكي على تقريبا 8 مليار، وحاب المستقبل رايحين ل 9 مليار ويمكن أكثر لحديد ما الأرقام ترتكز شوي وتستابلايز يمكن على 9 أو 9.5 لنشوف كيف حتصير الأمور. فعنا ناس أكثر نخدمهم بمجتمع وبحياة صارت معقدة أكثر. فالحياة تطورت وتغيرت الحاجات. فهدول ال 8 مليار اللي عم نحكي عنهم اللي بيعيشوا في بلدان فيها حكومات تديرهم وتدير أحوالهم، هدول حاجتهم تغيرت لأنه عددهم زاد. بما أنه تطور الحياة تعقدت، الحاجات اللي مفروض هالحكومات تلبيها كمان هدول كلها تغيرت. واللي صار كمان اللي صار أنه صار في زيادة أكثر بالتعاون بالقطاع الخاص وبالقطاع العام. يعني بس تخيلوا هلا يعني مين هالخبر اللي طلع امبارح، الشركه اللي طلعت اللقاح او اللي تعد بتطليع اللقاح، وفي كمان كذا شركه ثانيه هلا عم تشتغل بهالاطار. هذه كلها مين؟ هي القطاع العام، القطاع الخاص. وحتى مش بس في تعاون، في اتكال كامل هلا من القطاع العام من رؤساء الدول والقاده والحكومات على القطاع الخاص لانقاذ البشريه. فموضوع مستوى وحجم التعاون بين هالقطاعين والعام والخاص كله تغير إلى حد جديد، إلى مستوى لم يرقاه العالم من قبل،
وحيظل هيك وحيزداد، لانه طبيعه العالم عم تزداد تعقيدا، والناس عم تزيد والحاجات الناس عم تتطور وعم تزداد. وبالاضافه كمان لموضوع التكنولوجيا، يعني نحن امتى كنا نسمع بموضوع الحكومه الالكترونيه؟ هلا صار موضوع من الماضي، صار الحكومه الالكترونيه. الابلكيشنز، حدا عم يحكيني هذيك المره على ابلكيشن ابيرنتلي عملوها في اسيا، وين ما تروح اي انت اي مؤسسه حكوميه كل مواقع المؤسسات هذه موجوده على الجوجل مابس، بس ما تطلع من هالمؤسسه الحكوميه هذه في ابلكيشن بتفتحها، الابلكيشن بتسالك هل انت كنت راضي على الخدمه في هالمؤسسه، نعم ولا لا، وهل كان في فساد او ما في فساد في هالمؤسسه، بس بتكبس نعم ولا لا. هلا الابلكيشن هذه اوتوماتيكلي، لانه انت بعدك على ابواب هالمؤسسه وبعدك خارج منها، بتحدد وين اجى هذه المعلومه هذه، وين اجت، وعطت تقييم مباشر لايف، تقييم لجوده العمل لهالمؤسسه هذه وللنزاهه الموجوده فيها. فتخيل هالشيء على الاف المؤسسات بكل انحاء العالم، ونحن بعدنا في البدايه. فموضوع التكنولوجيا كمان مثل ما تفضل الدكتور يسار، انه نحن هلا بموضوع الثوره الصناعيه الرابعه، وبكره جاي الخامسه، وفي حركة التاريخ واضحة باتجاه المستقبل، فالأمور تغيرت جدا وتحولت وحتتحول أكثر. بعدين صار في زيادة في الوعي عند الناس، الناس بطلت مش عارفة الأمور. قبل كنا نشوف نحن محطة تلفزيون واحدة وخلص، اللي تعطينا إياها المحطة بالنسبة لنا هي تفسير للواقع. هلا الناس بتشوف على التلفزيونات وعلى التواصل الاجتماعي وعلى اليوتيوب وكل كل العالم شو عم يعمل. فبطلت أنت ما عم تتعامل مع الحكومة، ما عم تعمل مع ناس ما عندهم خبر شو عم يصير. صار واحد يقارن هون وجنوبي كوريا الجنوبية وسنغافور وأفريقيا، صارت تقارن حالها مع آسيا ومع أمريكا ومع أوروبا. فصار في وعي عند الناس، وهذا عم يشكل ضغط أكثر وأكثر على الحكومات لحتى تطور أداها وتتطور ويمشي حالها بالناس بالنسبة للحكومات التانية، خاصة أنه موضوع المنافسة لاستجذاب الأعمال والاستثمارات زاد. فهلا الاقتصاد هو الاساس مثل ما انتم بتعرفوا، وجزء اساسي من عمل الحكومات انه كيف تستقطب هذه الاعمال وهذه الاستثمارات. ففي موضوع صار منافسه في هال في هال في هالاطار، فصار في ضغط اكثر على الحكومات وعلى القادة الحكوميين وعلى المنظومة الحكومية والقطاع العام بشكل عام، انه يكون على مستوى عالي من الرقي ومن الاداء لحتى شو يعمل، لحتى يكون لحتى يقدر يجذب هذه الاستثمارات والاعمال. فهذا كله يا سادة يا كرام تطلب انه يصير في سمات جديدة وخاصة للقادة، قادة المستقبل في الحكومات والقطاع العام. وسمات منا سهلة، منا سهلة ابدا ابدا ابدا. لألكم ليش منا سهلة، يعني لحد يعني انا فوجئت في بعض المراحل. حقلكم ليش، انا لي الشرف انه اكون جراند جورر، يعني من اللجنة العليا التحكيمية العليا، احد اعضاء اللجنة التحكيمية العليا لمؤسستين كبار في العالم العربي وخاصة في الخليج، اللي هني بموضوع التميز الحكومي، يعني جائزات رئيس الدولة ورئاسة والحكومة في هالدول هدول. وبما انه جزء من اللجنة التحكيمية بموضوع الاداء الحكومي والتميز الحكومي والمهارات القيادية، لما بشوف على هالمقاييس والستاندرز والكرايتيريا، المقومات اللي عساسها الناس اللي يعني المرشحين لانه يكسبوا هالجوائز يقيمون عليها، مخيف الموضوع. يعني انا خلفيتي جزء منها، جزء كبير من القطاع الخاص الكوربريت وورلد، بس ودراستي جزء كبير منها كمان كان بالقطاع العام، فانا عارف اي نو بوث سايدز. وخليني يعني ما اخفيكم انه اللي بعض المقاييس اللي على اساسها يقاس في موظفين ومدراء القطاع العام، يعني اعتقد يعني بكل امانه عم بحكي ولا ابالغ في هالموضوع، الكثير 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 من قاده القطاع الخاص الاس ام بي 500 والاسامي الشركات الكبيره اللي نحن بنسمع فيها سيفشلوا انه 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 هن تو سكور هاي حتى يبدعوا في على هالمستوى من المقاييس الموجوده. فنحن عم نحكي هلا صار في متطلبات بالقطاع العام يعمل يرتقي بنفسه الى مستوى الاداء العالمي مش بس محلي. فهذا حجم التحدي اللي نحن عم نتعاطى فيه.
واللي عم يصير اكثر كمان مثل ما انتم عم تلاحظوا انه عم يصير في اكثر في تمازج بمتطلبات المهارات القياديه بين القطاع العام والقطاع الخاص. هلا نحن دائما رح يصير في فرق، دائما حيكون دائما في فرق بين القطاع العام والقطاع الخاص، لانه في اساسات بنيويه مختلفه. مثلا القطاع الخاص بده يبتغي الربح وحتى على الشورت تيرم على المستوى المنظور، بينما القطاع العام عنده موضوع الربح اقل لانه في موضوع خدمه المواطن والخدمه تبع الاهداف الاستراتيجيه تبع الدوله، وموضوع مثلا حريه الحركه والبروتوكولات التعاطي بين بعض والقوانين، في بعض الاختلافات يعني اساسيه. بس اللي عم نلاحظه انه من ناحيه المهارات القياديه لهالافراد هذه اللي هي تقود القطاع العام، الموضوع عم يصير اقرب واقرب، ورح نوصل لمرحله تصور الموضوع واللي حاحكي شوي يمكن يعني هيك صادم شوي. اعتقادي انه المهارات التي ستتطلبها القيادات في القطاع العام بعد مدة حتصير اكثر صعوبة من مهارات اللي تتطلبها القيادة في القطاع الخاص، لانه الموضوع عم يصير معقد اكثر بالقطاع العام والضغوط اكبر والمسؤولية اكبر. فانت عندك صار كلتشر بالقيادة تشمل متطلبات القيادة في القطاع الخاص، وتزيد عليها التعقيدات الزيادة الموجودة بوجودك بالقطاع العام، فالتحدي صار أكبر، ومستوى القيادة الموجود في هل في هل في هالمنظومة هذه حيكون أكبر كتير. وأكيد بدون شك نحن حنكون نحن متطلبين لقيادات مبدعة أكثر، والإبداع اللي عم بحكي هون في يعني الكرياتيف ليدرشيب من منطلق استنباط حلول لمشاكل نحن ما بنعرفها. يعني مين كان خاطر عباله موضوع الكوفيد؟ مين؟ الله أعلم. يعني مين كان خاطر عباله؟ عنا صار مشكلة بسارز ومارز وهدول عالجناهم، بس ما كان هالموضوع الكوفيد. فاللي عم نشوف واللي آتي يمكن الله أعلم أعظم، يعني لأنه المشاكل والإنبوت والمعطيات اللي أدت لكوفيد، يعني مين قال أنه راحت؟ نفس المعطيات موجودة ويمكن عم تزداد سوءا وقوة، ويمكن يعني اللي جاب كوفيد يمكن بيجيب أكثر من كوفيد كمان. يعني عم نحكي على المواضيع البيولوجية والمناخ والاعتبارات التانية. فنحن بحاجة لقيادة مبدعة من ناحية استنباط حلول جديدة لمشاكل لم نعهدها من قبل، إن كان تعقيدا وإن كان على مستوى حجمها سكيل تبعولها، وهذا كله في إطار أحداث ديناميكية وسريعة. قبل هذا ما كان موجود، قبل كان الموضوع إنه في عندك سياسات الدولة طبقها في مجتمع تقريبا مش ستاتيك، يعني مش ثابت، بس يعني متوقع، يعني إنه عادي الأمور. يعني من 30 سنة ولا 40 سنة الحكومات كان نفس الشيء تتصرف، الأمور هلأ عم تتغير بشكل كبير، وما بقى نتحمل إحنا نفكر بتفكير كلاسيكي. هلأ هذا كمان عم يشكل ضغط على القادة في المجتمع في البابليك سيكتور، يعني في المجتمع والحكومات على الشخص اللي عم يقود. بدك صار في صلابة شخصية أكثر. أنا عندي بعض أصدقائي بالوزراء في بلدان الخليجية يعني المحترمة، يعني الشباب هناك أصدقاء يعني شخصيين كانوا من القطاع الخاص اجوا على القطاع العام. يعني قبل كان اللي بيفكروا هيك انه بيروح على القطاع العام والله بيروقراطيه والامور يعني ماشيه وفي سيستم بروسيس ماشي وخلص بتروح وبترتاح. يعني طبعا عم بكون شوي يعني عم بحكيها بطريقه هيك مبسطه. هلا المجهود الفكري والجسدي يعني شيء عجيب وغريب، حتى في بعض الاصدقاء عندي اياهم عم يفكروا انه يعني محرجين حتى انه كيف يطلعوا حالهم من هالورطه اللي تورطوها، لانه حجم الستريس يعني بيجي الساعه 11 و12 على البيت والتليفونات ما بتهدى، ولا في فاكيشن ولا في عائله ولا في راحه نفسيه ولا في حتى وقت يمكن للرياضه في بعض الاوقات. فموضوع الصلابه الشخصيه صار اساسي، لانه مستوى التوتر في القياده على مستوى القطاع العام صار عم يصير أكثر وأكثر وأكثر، والتوقعات صارت أكثر والضغوط النفسية صارت أكثر. فهذه كمان مطلب أساسي صار. هلأ الموضوع الثاني كمان اللي صار إنه صار مثل ما في هلأ بالبزنس سايد بالقطاع الأعمال في كاستمر سنتريك، هلأ صرنا نحن صرنا سيتيزن سنتريك. فهلأ صار السيتيزن المواطن هو الأساس، فصار أنت عم ليل نهار عينك على المواطن. بطلت انت صار المرجعية انتو الى اي درجة انتو تطبق البروتوكولات والبيروقراطية، صار المواطن هو الاساس، بدك تطلع فيه دايما وتراقب الفيدباك اللي بيعطيك اياه لحتى يكون مبسوط، لانه اذا ما كان مبسوط عندك مشكلة.
عندك مشكلة في الوطن وفي المؤسسة، فهذه كمان تغير أساسي اللي صار. واللي صار كمان بطل في تفكير إنه كل واحد بيقعد بوزارته والسلام عليكم، لا، صار في العمل عبر الحدود. يعني هلأ ولا ممكن وزارة الصحة ممكن تنجح بدون التعامل مع وزارة المالية لتعطيها الفلوس، أو وزارة الداخلية لتعامل موضوع الحظر وفرض الحظر، ووزارة الإعلام لتخلق الوعي والتعاون مع وزارة الاتصالات بموضوع ترتيب موضوع السفر والمسافرين والكوفيد والفحوصات في المطارات. فبطل في موضوع اجي على وزارتي انا وبعدين هيك اهتم بامور وزارتي وامشي. فصار العمل كله متطلب هلا، العمل يعني اكروس ذا انتاير باوندريز، سامحوني شوي عم بحكي انجليزي لانه عندي شوي يعني عم بجرب الاقي التعابير العلميه. فصار في عبر الحدود وعبر الحواجز لحتى يكون العمل يكون جماعي. وصار المدير او الوزير او المسؤول بطل هو رئيس المنظومه هذه، وصار هو بس بيعطي موضوع، صار هو اكثر ميسر للموضوع، فاسيليتيتر، لانه ما بيعرف كل شيء. ايام اللي انه تروح انت عند المدير او الوزير عنده كل الاسئله هذه انتهت. مين هل اي وزير اي وزير صحه عنده اجوبه على الموضوع؟ اذا هم الخبراء تبع الصحه ما عم يعرفوا، فهو بده يعرف. فمجبور صار هو يكون يجمع الفريق المناسب، صح، ويكون هو مسهل لهلهم، مش يكون هو رئيس بالمفهوم التقليدي انه هو رئيس المنظومه بيعطي تعليمات. وصار في بده يكون عنده مثل ما حكى، مثل ما تفضل الدكتور، بده عنده تفكير استراتيجي. ولما نحن عم نحكي على استراتيجيه هون، نحن عم نحكي على الخيارات. كل ما تحكي على الموضوع الاستراتيجي بدك يو هاف تو تحكي تجيب كلمه الخيارات. strategy is about choices. التفكير الاستراتيجي هو عن كيف انت تاخذ الخيارات اللي ممكن تساعدك بتنفيذ الرؤيه تبعيتك او توصل الغايه تبعيتك على المستوى البعيد. فتاخذ الخيارات الاساسيه اللي اساسا انت بدك تحط، شو بدك تحط المقومات الدوله عليها، لانه الدوله عندها مقومات محدده. قد ما تكون غنيه ما فيك تحط انت مفتوح الموضوع، الدعم منه مفتوح. فبدك تشوف اي خيارات استراتيجيه بدك تاخذها لحتى انت البادجت هالميزانيه اللي عم يعطوك اياها تستعملها بالخيارات الصالحه، ولا حتكون عندك مشاكل كبيره. فبدك تفكير استراتيجي، وبده صار موضوع عندك مثل القطاع الخاص، بدك تفكر انت بموضوع التعامل مع الازمات والمخاطر. دائما هذه صار يعني بمجتمع لهالدرجه ديناميكي متواصل، موضوع المخاطر والازمات صار هذا خبز اليومي. هذا ما بطل موضوع انه والله كل سنه بيطلع لك ازمه، طبعا الاحجام تختلف، بس عندك كل يوم مصيبه. بس افتح الاخبار شوف كل يوم في خبر جديد، كل يوم. وفي اوقات اخبار متوقعه، وفي كثير من الاوقات بتشوف ولعت بمحل ثاني. يعني فالعالم، يعني احد القاده مره قال لي انه العالم مجنون، يعني اتس كريزي وورلد. واحد من رؤساء الدول it's a crazy world. قال بفتح اليوم كل يوم الصبح التلفزيون بقول الله يستر شو حيصير اليوم، يعني وين يعني كيف حيكون ترتيبنا. فهذا مش بس على مستوى رؤساء الدول، على مستوى كمان الحكومات والموظفين بكافة الدرجات اللي فيها، لأنه يتعلم مع واقع جديد. بده يكون فالرأي القيادي في المنظومة الجديدة بالقطاع العام مرن، بده يكون متكيف، بده يكون نشيط، لأنه إذا ما كان هيك حيفشل. بده يكون عنده تفكير كيف يرتب الفريق المناسب، مش الفريق بس اللي هو استلم الموجود موجودين بالبيروقراطية بالمزارة أو بالمؤسسة من سنين. هدول طبعا له مكانهم، بس المهم يكون في فريق عنده مهارات متناسبة من جميع الصعب، جميع يعني المستويات والزوايا، لحتى يعطوا نتيجة مميزة. فبده يكون كمان يعرف يبني الفريق، مش بس يدير الفريق. ويجب عليه أن يعرف كيف يسقل القادة اللي عنده، لأنه هو اليوم هون وبكرة مش هون، هاي واحد. فبده يسقل القادة الموجودين تحت إيديه، واثنين هو لحاله مش حيقدر يعمل لحاله. Alone you can never do it. مين ما تكون إن شاء الله تكون عندك أنت قدرات الذكائية تبع أينشتاين. Alone you can never do it. You need بدك ناس حواليك. فبدك تسقل القادة وتعرف تتواصل معهم بأفضل الطرق التواصل، بأفضل الطرق، إن كان تقول القصص ستوري تيلينج والميكانيات التانية، لحتى توصل الفكرة ونوصل لنتيجة. وبدي يكون عندك كمان مستوى عالي جدا من الأخلاق، الأثيكس، كتير مهم، لأنه أنت تحت المراقبة وأنت تحت المساءلة، الناس عم تشوفك، في الميديا عم تراقب، رؤسائك عم يراقبوك، السوشيال ميديا عم تراقب، التويتر عم تراقب، ما مين بده، هذا كله موجود. فعندك مساءله مستمره كل لحظه بلحظه، كل كلمه بتحكيها يعني بتجي الاف التعليقات عليها، لانه انت هلا خلص صرت انت على المنصه وتحت الضوء بالسبوت لايت والناس كلها شايفه. فهي كلها لازم تكون مهارات ندرب عليها.
منظومة جديدة من التفكير القيادي نطورها ونعطيها الناس بالقطاع العام لحتى 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 ينجحوا. هل كانت موجودة من قبل؟ كانت بعضها موجودة، بس أبدا ما كانت موجودة لهالمستوى من السوفيستيكيشن من الديماند. يلا حخلص. المطلوب كمان صار في بدك ذكاء مالي، لأنه بدك تعرف كيف تدير الميزانيات. الأيام صعبة هلا، خاصة أنتم بالخليج عارفين الموضوع. هلا الدنيا بتطلع وبتنزل بالنسبة لأسعار البترول، وكل الدول يعني حتى أمريكا وحتى الديون في العالم كلها. فأنت مش عندك، ما عندك ميزانية مفتوحة، بدك يكون عندك نوع من الحس المالي، تعرف كيف تدير ميزانيتك لحتى تنجح باللي عم تعمله وتدير الأزمات وتمشي أمورك بشكل جيد. هلا بدك تعمل كمان نقل للمعرفة، لانه ما في كثير هيك تمر وتعلمنا واجهنا مشكله وراحت. لا، بدك تنقلها للجيل الجديد، وبدك تكون هذا من اهم الحاجات، حاضنه للقيادات الجديده. مش عم تطور قيادات قديمه موجوده عندك، بدك تكون انت حاضنه انكيوبيتر لقيادات جديده لحي تسلم بعقليه جديده ذهنيه جديده لحي هي تكون قاده المستقبل. وكمان مثل ما تفضل انحكى من قبل، هذه خاصية بعد العالم مش كتير مهتم فيها، بده يكون في عندك ذكاء سياسي، political intelligence, right? political intelligence. مش منطلق السياسي، عم نحكي سياسي بمنطقة الكلاسيكي. political intelligence منطلق انه انت تفهم كيف مراكز القوى، مراكز القرار موجودة حواليك انت كإداري وكقيادي في القطاع العام، وتفهم اللاندسكيب هذا خريطتها، ويكون عندك المهارة الكافية لحتى انت تتفاوض معاها وتلاقي طريقك مثل الجي بي اس، لحتى تشوف تحكي مع الناس المناسبين لحتى يساعدوك بانت انت تنتج وتحقق الاهداف اللي مخصصه لوزارتك او للمؤسسه تبعيتك. وانا حاليا ان شاء الله يعني في اول السنه الجاي حطلع كتاب صار لي مده يعني عم نشتغل عليه، اللي هو هاو تو ليد وذ بوليتيكال انتليجنس. لانه without political intelligence، بدون ذكاء سياسي، ان شاء الله شو ما تكون مهاراتك التخصصيه ان شاء الله تكون عبقري بمجالك انت، ما حيمشي الحال، لانه بدك تضطر تتعاطى بذكاء سياسي مع المجموعة اللي حواليك. فبالخلاصة يا سادة يا كرام، راح أختم هلأ، بدنا تغيير في الذهنية، بدنا تغيير بالتفكير، بدنا تغيير paradigm shift. هذا العقل السائد في القطاع العام اللي مشى الأمور لحديت هلأ، طبعا وكامل الاحترام لأنه وصلنا لهالمرحلة، لازم يتطور. وهذا لحاله ما حيصير هيك شو ما كان، هذا بده شغل. والشباب والصبايا اللي هلا عم يسمعونا، خاصه المسؤولين على موضوع التهيئه وال يعني الهيومن ريسورسز والاتش ار والاي، كل حدا اي حدا عنده سلطه قيادات، وخاصه موضوع الجماعه الاتش ار كمان المحترمين بالقطاع العام، لازم هلا هذا هو التحدي، كيف نحن نطلع قاده لحتى هم يكونوا قاده المستقبل. واخر شيء بدي اقول لكم اياه قبل ما اتشكركم، انه نحن هذا تحدينا. انا بالنسبه لي التحدي الابرز، هذا هو التحدي الابرز في القرن الواحد وعشرين، لحتى نحن to survive and grow، لحتى ننمى ونستمر في القرن الواحد وعشرين اللي شكله مبين كيف يعني. هلا نحن نعم بعدنا اول 20 سنة، يا فتاح يا عليم هتفضل يعني. 2008 جانا 2000 الميلينيوم تشالنج، بعدين جانا سنة 2008 انهيار الاقتصاد اللي حصل، بعدين جينا هلا نحن على كوفيد، وما أدراك نحن 10 و20 و30 ثانية السنة الثانية كيف حيكونوا. فالهدف إذا بدي أخلص بدي ألخص أنا الرسالة، إن هو نحن أحد أهم أولوياتنا يجب أن تكون تربية قادة جدد لحتى يقودوا المجتمعات بكل نواحيها، عن كان كناس وكان قطاعات قطاع الخاص وكل القطاعات الثانيه، الى ما الى الى النمو والتطور، ويمكن حتى في امور ثانيه كمان، بس لحتى جاست تو سرفايف، بس لحتى نحن نستمر. لانه تخيل لو كوفيد كان لو نسبه الوفاه في 40 أو 50%، كان كارثه بالعالم، كان الناس ماتت بالعشرات الملايين. والله اعلم اذا بيصير هيك ولا ما بيصير، لانه من يعرف المستقبل يعني غير رب العالمين. فنحن لازم نكون على هالمستوى. واللي اخر شيء لكم اياه، انه هذا لن يحصل بالصدفة. قبل ما اسلم الموضوع لدكتور نبيل، هذا بده شغل، بده فكر استراتيجي على مستوى قادة هالمؤسسات هذه، وخاصة المسؤولين عن التدريب وعن تهيئة القادة. بده فكر استراتيجي منهجي يفكر بكل هالمواضيع اللي عم نحكي عنها، خاصة اللي عم نبحثها بهالمؤتمر هذه. مشكورين الشباب الطيبة والمبادرة الحلوة الدرايت تايم اللي أخذوها لحتى نحول كل هذا بطريقة عاجلة إلى استراتيجية لتطوير هالنوع من القادة، ولا
يعني الموضوع منه خيار، الموضوع حيكون صعب والامور يعني التحديات اكبر من كل حدا، واذا نحن مش جاهزين الدنيا يعني ما حتنطرنا، حتسبقنا وحنكون التحديات اقوى منا بكثير. وانا واثق انه بهالنوع من التفكير يعني في الكثير من الامل والوقت المناسب من هلا لحتى نحن نكون جاهزين. اشكركم على هالدعوه، واتامل ان اكون اللي حكيته انا عمل بعض الاضافه على اللي تفضلوا زميلي من قبل، وحيكون انه عطى يعني جهز الموضوع لحتى زميلي كمان الدكتور نبيل هو يستمع الحديث وياخذنا للبعد الثاني في هالموضوع هذا. وشكرا. شكرا دكتور مايكل. Thank you for listening to the Michael Kouly podcast. Please visit kouliinstitute.com and send us an email. We would love to hear your comments and thoughts on this episode. And remember to follow Michael's continuous learning insights on social media.